النهاردة مصر بتحتفل بالذكرى ال11 لثورة 30 يونيو. 11 سنة مرت على أهم قرار أخذه المصريين في تاريخهم الحديث، القرار اللي غير مسار مصر من ممر لدولة الخلافة المزعومة لدولة قدرت تسترد وضعها ومكانتها الإقليمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيكون حريص أن يأكد على مجموعة ثوابت. إيه الثوابت دي؟ أولا أن ثورة 30 يونيو كانت انتصار للوطنية المصرية على محاولات هدم الدولة أو خطف الدولة لصالح قوة غير وطنية. فعلا مصر كانت ولمدة سنة مختطفة لصالح قوة غير وطنية ليها أجندتها الخاصة. جت ثورة 30 يونيو قال فيها المصريين كلمتهم واستعادوا وطنهم مرة تانية. من ضمن الثوابت اللي بيأكد عليها الرئيس في كل مناسبة وطنية أننا قدرنا ننهي فترة عصيبة من الفوضى والدمار، وقدرنا كمان نعيد توجيه البوصلة، بوصلة الوطن باتجاه الخير والتنمية والتقدم رغم كل الصعوبات والتحديات اللي احنا واجهناها على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، يعني من مؤامرات وإرهاب ومحاولات خنق الاقتصاد المصري وشائعات مستمرة لا تتوقف عن البلد وقيادات البلد وتشكيك في مواقف مصر وحكومة مصر وسياسة مصر الخارجية، شائعات بحجم ما فيش دولة واجهته على مر التاريخ. ورغم كل ده قدرنا نتخطى كل الصعاب والتحديات بفضل شيء واحد، صلابة الشعب وقرار الشعب. ولو تفتكروا دايما برضو الرئيس بيأكد على أهمية التماسك وأن هو ده الحل الوحيد للتغلب على كل المؤامرات وعلى كل التحديات اللي احنا بنتعرض ليها. الشعب اللي قال كلمته يوم 30 يونيو وقف في وجه كل المخططات اللي كانت بتحاك ضد مصر، أيضا هو شعب قادر على مواجهة أي صعوبات حالية. معاناة المواطن من الأسعار من الغلاء وغيره مش بعيد عن الرئيس السيسي، بالعكس دوما يتحدث عنها ودوما يقدرها ودوما يتحدث عن حجم المعاناة اللي بيعاني منها المواطن، وما بيترددش في اتخاذ أي قرار في صالح المواطن. ثورة 30 يونيو فتحت على مصر بوابة التنمية، شفنا إنجازات ومشروعات في مجالات مختلفة وفي قطاعات مختلفة، في الإسكان، في التعليم، في الطرق والبنية التحتية، في الصناعة، إنجازات كتير حطت مصر على طريق التنمية المستدامة.